السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أخواننا المتابعين. هذا التين السلطاني وهو تين تركي زرع في السعودية وفي مصر منذ تقريبا 40 سنة. تأتي ثماره بحجمين أو 3 أحجام، حجم كمثرى تشكل كمثرى، وهذا يأتي في الأغصان منذ السنة الماضية. أما الأغصان أو البراعم الجديدة فيأتي بهذا الشكل المسطح من الأسفل، وثماره متميزة بشكل خارجي وداخلي لا يمكن الخلط بينه وبين أنواع أخرى. طبعا مذاقه جميل جدا، وإنتاجه طوال الصيف من شهر 6 إلى حلول الشتاء حيث تسكن جميع أشجار التين. هذا النوع زرع من الطائف إلى أبها، وهذا شكله من الداخل، وقد جربنا وجرب غيرنا زراعته في القصيم تحت الحرارة العالية، وكان إنتاجه يعني فيه قلة، فلما زرع تحت مظلل زاد، يعني قد يكون أفضل نزرعه في مزارع النخل بحيث تأتي شمس وظل في نفس الوقت. أتمنى أنكم استفدتوا وشكرا لكم.